السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة رؤية تبين فتنة ستصيب كل البلاد في الأرض وكشف الحقيقة للبشر بسبب فيروس كورونا. أحد الأحباب بالله قال: أنا شفت في الرؤية اشتعلت النار في جميع دول العالم، وهذا قبل وباء كورونا بشهر. ما تفسر واضح الرؤية انه هاي مرض الكورونا رايح يبين كل الدول على حقيقتها، وبين ضعفها وضعف البشر وكشف حقيقتهم، قديش بخافوا من الموت وقديش مرعوبين، وقديش انه هاي الدول اللي بتقول عنها عظمى هي ليست عظمى، وانه اذا بمشكلة زي الفيروس هذا الناس اللي حبست في بيوتها، وبطل الواحد يسترجي يطلع، وصار الواحد يخاف من أخوه ويخاف من التجمعات، يخافوا حتى من الصلاة، يخافوا من الحج، يخافوا من عمرة، وقفوا الرياضة، الناس يعني انجنت. مع أنه كل سنة بصير فيروسات وإنفلونزا، بيموتوا عدد الناس اللي بيموتوا أكثر بكثير من الناس اللي بيموتوا إيش من وراء هذا الضرب. أنا ما بقلل من شأنه ولا بكبر من شأنه، هذا فيروس زي كل الفيروسات، بس المشكلة فيه انه انتشاره اسرع من باقي الفيروسات، ها هي المشكلة. بس شوفوا مثلا شو صار في امريكا وبالصين وباسبانيا وبفرنسا والدول العربية وغيرها، صار منع تجول، صارت الناس تنحبس، الناس صارت تهجم على كل واحد بده يلهف يوكل يخطف السوق، تموين بده يمول 100 سنة على ايش؟ هي موتة واحدة، وما واحد بيموت الا بيجي اجله. ليش الخوف؟ والله لو تحبس حالك في بروج مشيدة وابوابه من حديد مشان تمنع الموت عنك، ما بنمنع الموت منك. فالواحد يتوكل على الله، لا يحسب حساب انه خلص هذا الفيروس راح يقتلني. اللي الله كاتب له الحياة ما بتأثر فيه كل الأمراض والبلاء والحروب. وتشوفوا أنتوا مرات تنزل قنبلة على عمارة بتدمر العمارة، بيموتوا كثير من الناس، بيكون ناس موجودين وقعدوا شهر شهرين تحت العمارة وبطلعوا أحياء. اللي الله كاتب له الحياة راح يعيش، واللي كاتب له الموت راح يموت. بس هاي بيّنت الفتنة، هاي اللي صارت بسبب فيروس كورونا بيّنت الناس على حقيقتها، بيّنت من هو المؤمن بالله ومن هو إيش الجبان الرعديد، بيّنت الأناني المستغل اللي صار يغلي الأسعار على الناس، واللي بيحب ذاته أكثر من أخوه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، اللي بروح على السوق نفسه يجيب كل اللحوم والطعام والأكل والمونة إله ولولاده ومرته، الله لا يرد الناس الباقين. اتقوا الله واستيقظوا. والرؤى هاي بتبين على إيش؟ مش بس الرؤى، والحقيقة إن الإنسان القوي المؤمن القوي خير عند الله من المؤمن الضعيف. يعني لو جمع كل افرض جمعت واشتريت وموتت بكرة، شو استفدت؟ اعقلوا وتوكلوا، لا تخلوا هاي. والله في ناس مستفيدين من وراء الشغلات هاي، صحيح هاي رؤية، بس والله أنا ببينكوا إنه أنا قديش حزين ومصدوم إنه في ناس لهالدرجة هاي بينت وحشيتهم وجشعهم وأنانيتهم، وخصوصا التجار اللي قاعدين بيستغلوا الوضع وبيغلوا الأسعار وبيخفوا المونة مشان إيش يرتفع سعرها. الله يأخذهم أخذ عزيز المقتدر، هذول اللي بيستغلوا أزمات ومصائب ومصائب الناس مشان يربحوا في الأموال. والله أعلى وأعلم. الله يجعل الذين سمعوا قال فاتبعوا أحسنها. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.